السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيت العظام المستقبلين الشرفة، وبعد. إخوة الكرام، ما زلنا مع إرشاد الفحول وكتاب الأصول، ونحن على مشارف الانتهاء منه. وما زلنا مع النسخ، جزاكم الله خير. والمسألة الخامسة، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أنه لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، وإليه ذهب الجمهور. قال لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، يعني النسخ إلى غير بدل. وهذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، وإن كان الجماهير يرون بأنه يجوز النسخ إلى غير بدل، وأبى عليهم ذلك الإمام الشافعي ومعه كثير من المحققين لصريح قول الله في علاه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلذلك قالوا بأن النسخ يكون لبدل، وهذا نص من قول الله جل في علاه بأن النسخ يكون للمثل أو للخير. أما الإمام الشوكاني فرجح قول الجمهور وقال أن النسخ يكون لغير بدل. قال وهو الحق الذي لا سترة به، فإنه قد وقع النسخ في هذه الشريعة المطهرة لأمور معروفة لا إلى بدل، ومن ذلك نسخ تقديم الصدقة بين هذه مولدات الرسول صلى الله عليه وسلم وناس. وطبعا هذا مردود عليه، لأن الحق أن هذا الأمر بأن الأمر ظل موجودا في مسألة الندب، كان واجبا وظل موجودا في الندب. قال أيضا ونسخ إدخال لحوم الأضاحي، لأن الرسول قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة، كلوا وأطعموا واحبسوا وأيضا ادخروا. قال ونسخ تحريم المباشرة بقول الله تعالى باشرهن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ونسخ قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم. والمسألة كلها كما قلنا هي المسألة تحريك من مجال لآخر، من الوجوب إلى الاستحباب وغير ذلك، وهذا لعله يكون موافق لمسألة أن الخلاف يكون لفظيا. وأما ما تمسك به المخالفون ويرد على الشافعي ومن قال به من الظاهرية، قال في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا دلالة في ذلك على محل النزاع، فإن المراد نسخ لفظ الآية كما يدل عليه نأتي بخير منها أو مثلها، فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية. والصحيح الراجح نسخ الكلام على لفظ الآية فيدل على الحكم، وهذا الراجح الصحيح. يقول قد نص الشافعي في رسالتي على أنه يختار ما ذهب عليه القائلون بشرط البدل، فقال وليس بنسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدسين فأثبت مكانها الكعبة. وقال وكل منسوخ في كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك، وكما قلنا أنه ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب، هو بدله الآن، وهذا من باب التخفيف كما في صدقة المناجاة. أولها الإمام الشوكاني قال: قال الصيرفي وأبو إسحاق المروزي إنما أراد الشافعي بهذه العبارة أنه ينقل من حظر إلى إباحة ومن إباحة إلى حظر. طيب ما هذا هو؟ يعني هذا هو وما في ذلك، فيكون الصحيح الراجح أن النسخ لابد أن يكون لبدل، وهذا الذي ندين الله به.
النسخ يكون لبدل. طيب النسخ الى المسألة، قال المسألة السادسة النسخ الى بدل يقع على وجوه، النسخ الى بدل يقع على وجوه، وهذا الراجح كما قلنا النسخ يكون لبدل. قال والنسخ الى بدل يقع على وجوه. الوجه الاول ان يكون الناسخ مثل المنسوخ في التخفيف والتغليظ، وهذا لا خلاف فيه، يعني كما وهذا موافق لنص للنص الصريح عن قول عن قول لا في علاء، في قول لا في علاء بانه قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فهنا هذا المسألة بالمثلية هو الآن. وهذا محل اتفاق. الثاني نسخ الأغلظ إلى الأخف، وهو أيضا مما لا خلاف فيه، وأيضا يوافق الآية نأتي بخير منها أو مثلها. جزيت الجنة، وأنا الآن في درس بعد الدرس إن شاء الله سأكلمك. فنسخ الأغلظ إلى الأخف، وهو أيضا مما لا خلاف فيه، كنسخ الثبوت أمام العشرة بالثبوت أمام الاثنين، وأيضا نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من الحول الكامل إلى أربعة أشهر وعشرة، كما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيت الأزواج من الحول غير إخراج، نسخت بقول لا رفع لا والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الثالث هو المختلف فيه بين العلماء، الثالث هو المختلف فيه بين العلماء. نسخ الأخف إلى الأغلظ، نسخ الأخف إلى الأغلظ، فذهب الجمهور إلى جوازه خلافا للظاهرية، ذهب الجمهور إلى جوازه خلافا للظاهرية، والحق والظاهر بأنه يجوز، ولأن المسألة مسألة الأغلظ أو الخف ليس في العمل، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا قبل ذلك، قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك، وهذا ظاهر في هذا الباب. نعم، وقد وقع كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه ذلك بعد ذلك هو وضع عنهم القتال والصدى بالحق، ثم بعد ذلك امرهم اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، وقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وايضا النسخ التخير بين الصوم والفديه، فمن كان منكم مريضا قال الله لا يفعله، في فرضية الصيام في سورة البقرة، قال الله جل في علاه الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فجعلها على التخير. ثم نسخ بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ التخير، فهذا الأغلظ الآن.
وهو موجود واقع. وأيضا نسخ تحليل الخمر بتحريمها لما قال يا سراح الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع الناس اسمهما أكبر من نفعهما، حتى أن السلام قال إن الله يعرض بالخمر فمن كان معه شيء فليبيعه. وأيضا بعدما أباح نكاح المتعة بعدما حرمه أباحه مرة ثانية ثم نسخه بعد ذلك إلى الحرمة وقال لأبد الأبد. وأيضا نسخ فرضية صوم عاشوراء بصوم رمضان وهذا يوم وهذا شهر. وأما استدلال وشبهة المانعين في ذلك يقولون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا أمر الحق ليس معهم فيه دليل، لأن ما شرع الله كله يسر، وإن كان في النظر أنه أغلظ في التعبد فإن فيه الأعظم أجرا، والأعظم أجرا فيه أرفع درجة عند الله جل في علاه، فكان هذا كله فيه إلى خير، مآله إلى الخير. والمسألة هنا موضوعة لمصلحة العباد، لذلك قال الإمام الشوكاني وأجيب بأن المراد اليسر في الآخرة، وهذا الجواب وإن كان بعيدا لكن وقوع النسخ في هذه الشهادة الأخف بالأغرض يوجب تأويل الآية، وقد بينا ذلك نحن في هذه المسألة، وعلى أنها المسألة تنصب في مصلحة المكلف. بل والأغلص في التعبد مآله إلى الأيسر في الحساب، وهذا كل اليسر المطلوب. هذه المسألة السادسة، المسألة السابعة في جواز نسخ الأخبار، وفي تفصيل وهو أن يقال إن كان خبرا عاما كان خبرا عاما لا يجوز تغييره كقولنا العالم حادث فهذا لا يجوز نسخه بحال الحق في هذا الباب، يعني هو أطال النفس. وهذه المسألة أنا ما أدري لما دخلت في مسائل الأصول في هذا الباب. هو طبعا هناك من يتكلم على مسألة الماضي يفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومحور الأمر في الكلام على هل يفضي إلى الكذب أو لا يفضي إلى الكذب، والمسألة خلافية كما قلنا فيها تفسير الزركشي قد نقله، وهو نقل هذه المسألة، والحق أن هذه المسألة بأسرها دائرة على التحسين والتقبيح في كلام المعتزلة، فهذه المسألة لا تدخل في باب الأصول، لذلك لا يصح أن نضيع الوقت تماما في نقلها. والصحيح الراجح بأنه لا يجوز القول بالنسخ في الأخبار، هذا عموما، ونريح أنفسنا في هذا الباب كما قلت، لأن هذا تفصيل يعني ليس فيه فائدة كبيرة. فالصحيح الراجح في ذلك أن الأخبار لا نسخ فيها. قال والمسألة الثامنة في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا. الكلام على نسخ التلاوة له أنواع، تعلمون بأنه في نسخ القرآن نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة دون الحكم يبقى الحكم كما هو، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة في هذا الباب، نسخ الحكم والتلاوة. وقد قسمها بعض العلماء إلى ستة أقسام. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ما نسخ حكمه وبقي رسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، وهي قول الله في علاه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالوصية للوالدين هنا وارث، والأقرب أيضا والأقارب وارث، وقال صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث. فهذه آية الوصية نسخت بآية المواريث، نسخت بآية المواريث في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. وأيضا نسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشرة،
في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، نسخت بقول الله في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. وعند بعض العلماء ان هذا ليس بنسخ، والكلام هنا على التخيير في هذا الباب على انه الواجب على المراه ان تعتد 4 أشهر و10، ويستحب لها لحق الزوج العظيم عليها ان تعتد حولا كاملا. وهذا رجحه السعدي وبعض الفقهاء، لكن كما قلنا الاصح في هذا الباب بانها على النسخ، نسخت من الحول الى 4 أشهر و10. فهنا هو الحال الاول، وهو نسخ الحكم مع بقاء الرسم. والحكمة من ذلك هو اولا لمعرفة فضل الله على العباد، ومعرفة ان الله تعالى يشرع وله في تشريعاته احكام وحكم سبحانه جل في علاه، وايضا بان مدار الاحكام على مصالح العباد ليبين لك مقاصد الشريعة، وايضا في ذلك دلالة على ربوبية الله جل في علاه واثبات النسخ والرد على اليهود، فيه حكم كثيرة في هذا الباب، وايضا فيه عدم انقطاع الاجر عند تلاوة الآية. فالمنسوخ ثابت التلاوة، مرفوع الحكم كما في الحول إلى 4 أشهر و10، والناسخ ثابت التلاوة ثابت الحكم، والناسخ ثابت التلاوة ثابت الحكم كالعدة 4 أشهر و10. وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك، وقد حكى جماعة من الحنفية والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصول، قالوا أنه إذا انتفى الحكم بلا فلا فائدة في التلاوة، وهذا قصور عن معرفة الشريعة وجهل كبير بالكتاب العزيز، فإن المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم، وقد بينا الحكمة من ذلك. وهذا رد على من قال: ما الحكمة في ذلك؟ قد بينا الحكمة في ذلك. النوع الثاني، وهو ما نسخ حكمه ورسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، ما نسخ حكمه ورسمه، كاستقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. طبعا جميع الصحابة قالوا بأن سلم كان يستقبل بيت المقدس، وهذا إما كانت آية ونسخت، وإما كان حديث، بعضهم يقول هذا كانت آية، لأن هناك من يحتج بها على أن القرآن ينسخ السنة، فقالوا كان الاستقبال بالسنة ونسخته الآيات، وقال بعضهم بل هي كانت آية من الله تعالى ونسخت حكما ورسما، وهذا المخرج لهم في هذا الباب. وأظنه هو الأقرب، ونسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. أما صيام يوم عاشوراء فكان السلام يصومه كما كانت أهل الجاهلية يصومونه، وأيضا قد فرض الله جل في علاه وصامه أيضا في المدينة، ثم فرض الله عليه الصيام في بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا ما نسخ حكمه ورسمه، ويبقى ويثبت حكم الناسخ ورسمه. وقال ابن إسحاق المروزي: ومنهم من جعل القبلة نسخ السنة بالقرآن، وزعم أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن، كما قلت بأن المسألة على الأرجح أنها بالقرآن. الثالث، ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه، ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه. نسخ الحكم وبقي الرسم كالعدة أيضا في هذا الباب، لكن هنا الناسخ رفع ورفع رسم الناسخ لكن بقي حكمه. فقول الله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، في قول الله تعالى: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فهذه بقي رسمه ونسخ حكمه، لأن التي أتت الفاحشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، وهذا ليس بنسخ، هذا حكم مؤقت، وجاء التوقيت قد انقضى عندما قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الثيب الرجم حتى الموت. هم يقولون بأن هذه الآية منسوخة بقوله: والشيخ إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. واختبت في الصحيح أن هذا كان القرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. طبعا هذه المسألة فيها ما فيها من الخلاف العريض جدا عن عمر الخطاب، وأن هذا يثبت أو لا يثبت فيها بحث كبير جدا، لا سيما أنهم قالوا بأن هذه رقيقة جدا فلا تكون من القرآن،
عامة الحق بأن التمثيل بها تمثيل صحيح، بأنه يبقى نسخ ما نسخ يبقى حكمه ورسمه، ينسخ حكمه آسف يرفع حكمه وهو الحبس في البيوت ويبقى رسمه، لكن هي أصالة ليست في النسخ، يعني هذه أصالة ليست في النسخ كما قلنا، هذا حكم مؤقت وقد جاء التوقيت وبعد ذلك زال التوقيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الرابع ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كما ثبت في الصحيح، وهذا ثابت في هذا الباب كما في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان فيما أنزل 10 رضعات متتابعات يحرم، فنسخنا 10 رضعات متتابعات يحرم، هذه نسخت رسما وحكما، هذه نسخت رسما وحكما. قال فنسخنا ب5 رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، وهنا نسخنا إلى حكم دون الرسم، إلى حكم دون الرسم. ففي قولها كان فيما أنزل 10 رضعات متتابعات يحرمنا فنسخنا ب5 رضعات، هذه نسخت رسما وحكما، وهن فيما يتلى من القرآن نسخ، قال فنسخنا ب5 رضعات هذه بقيت حكما ونسخت رسما. قال البيهقي فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه، بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما وحكما باقيا عندهم. قال ابن السمعاني في قوله وهن مما يتلى من القرآن بمعنى أنه يتلى، يعني كان يتلى قبل ذلك، وأيضا بعدما نسخ بعض العلماء لم يعلم بأنه نسخ، بعض الصحابة لم يعلم فكان يتلوها على أنها من القرآن، هذا معنى الكلام الذي جاء عن عائشة. ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم مع ما ما وبه جزم شمس العلم السرخسي، لأن الحكم لازم بدون دليله، ولا وجه لذلك، فإن الدليل ثابت وموجود محفوظ، لا سيما أنه نقل عن عائشة بسند صحيح، والأمة اتفقت على قبول ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النوع الخامس أيضا في النسخ ما نسخ رسمه لا حكمه، يعني حكم باقي والرسم مرفوع ولا يعلم الناسخ له، هذا فيه نظر. قال وذلك ما ثبت في الصحيح لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فإن كان هذا قرآنا ثم نسخ رسمه، قال ابن عبد البر قال فإن هذا كان قرآنا ثم نسخ رسمه، قال ابن عبد البر في التمهيد قيل أنه في سورة صاد، وكما ثبت في الصحيح أيضا أنه نزل من القرآن في القرآن حكاية عن أهل بئر معونة أنهم قالوا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وكما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث زر بن حبيش عن ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا، وقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفر، ومن يعمل خيرا فلن يكفر. وهذا حديث أيضا أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي على ذلك. هنا يجعله الإمام الشوكاني من أنه نسخ رسمه لكن حكمه باقي، ولم يعلم الناسخ، وممكن يقال في الأدلة العامة هي التي بمعناها يكون فيها الناسخ.
لذلك قال هذا مما نسخ لفظه وبقي معناه. وعد ابن عبد الله في التمهيد مما نسخ خطه وحكمه وحفظه. قال ومنه قول من قال إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة. وهذا كلام كما قلنا فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، لأنه في التمهيد قال ما نسخ خطه وحكمه وحفظه فنسي، يعني رفع خطه من المصحف، وليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته على الله، ولا يحكم به اليوم أحد أنه من القرآن. ومن هذا الباب قول من قال إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة أو الأعراف. النوع السادس في الكلام على أنواع النسخ، ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ مطلوب، كالمواريث بالحلف والنصرة، فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ونسخ بعد ذلك بالتوارث بالإسلام والهجرة بآية المواريث، ونسخ التوارث بالإسلام والهجرة بآية المواريث، لأن سلم جعل أخوة الإسلام ثم نسختها بعد ذلك آية المواريث. قال ابن السمعاني وعندي أن القسمين الأخيرين تكلف وليس يتحقق فيهما النسخ، وهذا الراجح. وجعل أبو إسحاق المروزي التوريث بالهجرة من قسم ما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه. والحاصل ومحصلة ذلك أن نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة نسخهما معا مما لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي، بل هو واقع والأمة بأسرها قد اتفقت عليه، فلا وجه المنع منه، لأن جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها، وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها، ولا تلازم بينهما، لأن تلاوة الآية فيها ما فيها من الأجر، وفيها ما فيها من القربة إلى الله في علاه، وفيها ما فيها من التعبد لله بالقراءة، وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها، ولا تلازم بينهما، وإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ أحدهما كسائر الأحكام المتبينة. والحق أن لنا أن نقول لنا الدليل على ذلك، وهو دليل الجواز الوقوع، بأنه وقع في ذلك وقد حدث النسخ، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ الحكم والتلاوة، أيضا بقاء الحكم والتلاوة، بقاء الحكم فقط، بقاء التلاوة فقط، كما بينا من أنواع الخمسة أو الستة التي مرت علينا في أنواع النسخ. نقف في كتاب الإرشاد إلى هذا، لأننا سندخل على مسألة مهمة، وهذه المسألة المهمة هي مسألة الكلام على نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة، ونسخ السنة المتواترة بالأحاد، ونسخ الأحاد بالمتواتر. وهذه مسألة كما قلنا فيها ما فيها من الخلاف العريض، وتربع على عرش الخلاف في هذا الباب ما تبناه الإمام الشافعي، وله وجهة في كثير مما يتبناه الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.